عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. هذه الجملة أتت بعد جملة لعن الله من ذبح لغير الله. يستفاد من ذلك ما يأتي: أولا أن الله عز وجل بفضل منه وكرم يقرن بين حقه وحق المخلوق، فلما ذكر حقه ذكر حق المخلوق الذي هو الوالد. ثانيا أن أعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك، لأنه قدم حقه على حق المخلوق. ثالثا أن تصدير الجملة باللعن تنزل على ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أن الكبيرة ما توعد عليها بلعنة أو غضب أو وعيد أو حد في الدنيا، ومن ثم فإن الشرك من الكبائر، ولا يعني أنه من الكبائر أنه في درجتها. ومما يدل على أنه من الكبائر قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وذكر منها الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ولم يقل الكبائر، وإنما قال أكبر الكبائر، فذكر أول ما ذكر الإشراك بالله. رابعا أن طاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة المخلوق، إذ إن طاعته مطلقة، أما طاعة المخلوق فهي مقيدة، وذلك فيما لم يعصى فيه الله عز وجل. ولذا قال تعالى في حق الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي الآية. خامسا أن حق الله عز وجل وأن ذكره لحق الوالدين دون غيرهما من المخلوقين يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هنا بين المباشرة والسبب، فالمباشرة تستوحى من جملة لعن الله من ذبح لغير الله، وذلك لأن الله عز وجل هو الذي خلقك، وإنما المخلوق اللذان هما الوالدان سبب في إيجادك بعد قدر الله عز وجل، ولذا فهما سبب من أسباب وجودك في هذا الكون، جعلهم الله عز وجل سببا في وجودك، لكن الموجد لك في الحقيقة هو الله عز وجل. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقتل والد بولده. ما العلة؟ لأنهما لما كان سببا في إيجادك فلا تكون سببا في إعدامهما.